العمال مضربون العمال مضربون. حنا اليوم في هذه الوقفه الاحتجاجيه باش نوصلوا الصوت ديالنا للسلطات وباش نوصلوا اليوم ان الاخوان ديالنا اللي دخلوا في اضراب على الطعام اللي وصل دابا اليوم 52 يوم، بان هذوك الناس راه وصلوا حاله يرثى لها. كنطلبوا من السلطات باش تدخل وتوضع حد لهذه المعاناه ديالنا وديال هذه الشغيله هذه. حنا راه سلكنا جميع الاشكال النضاليه الحضاريه باش نوصلوا الصوت ديالنا، باش اللي كنطالبوا به هو تطبيق ديال مدونات الشغل في هذه الوكاله ديال الرباط، ولكن للاسف راه ما كاينه حتى شي حاجه. بعد معاناه ديالنا في العمل راه التجئنا لهذا المكتب النقابي باش نوصلوا الحقوق ديالنا، وحنا راه ولينا دابا مشردين عام هذا من شهر 6/2023 وحنا في هذه المعاناه هذه حتى اليوم راه 13 شهر دابا ما كنتخلصوش، موقفين علينا الاجر ديالنا، ما بغاش يديروا معنا حتى شي حل. كنا كنناقشوا جوج تنقيلات، لان من بعد اسسنا ذاك المكتب كانوا داروا لنا جوج تنقيلات لواحد جوج الاخوان، وكنا كنناقشوهم لا في العماله ولا في على الوزاره هنا في الرباط، وفي الاخر ولينا لقينا ريوسنا كاملين قالوا لنا راه ما كايناش بلاصتكم هنا، وتوقف الحوار وبقينا حتى لهاد الاواخر هذه. عاد جاونا بقرار اخر اللي هو نفس القرار ديال الانتشار، يعني تفكيك المكتب النقابي. السبب اللي جعلنا نديروا هذا المكتب النقابي الا وهو ديك الممارسات لا قانونيه اللي تعرضنا لها من داخل الوكاله. مثلا السوايع تيعطيونا 14 16 18 ساعه، ما كاينش تعويض على الساعات. العمل اعمال شاقه تدوم لمده 16 قلنا 14 ساعه، ديك الشيء اللي كيدوم لنا ديال الخدمه، مما تؤدي بنا الى الصحه ديال البنادم. راه ما كاينش اللي كيخرج من هذه الشركه وهو صحيح. بقات الحاله كما هي، الاخوان دخلوا في الاضراب عن طعام. هذا الاضراب عن طعام لحد الساعه صراحه 53 يوم عنده الاخوان، نهاكوا الصحه ديالهم ما بقاتش، الصوت ديالهم ما بقاتش، صافي مشاو صراحه. ولاو هاد الاخوان كتقطر ليهم بالليقه باش كيتقوتوا، راه ما بقاش. دابا حنا كنخايفنا عليهم يخرجوا جوتات من ذاك المقر. جينا دابا نخرج الراي العام نوصلوا لهم الميساج لهذا الراي العام على اساس باش يتدخل، هذا الراي العام باش يتدخل لينا. ونوجه السؤال ديالي للسلطات المحليه، السلطات المستوى الوطني، باش دخل دير حل هاد الناس. وصراحه بقاو فيه الناس، انا هاد الناس ديال الاضراب عن طعام، الاخ بوشعيب والاخ الاخ عبد الكبير، صراحه راه حاله يرثى لها. راه مشيتو تشتو مع الاخوان، تنطلب منكم ديروا زياره لهاد الناس، راه ما قادينش يوقفوا، راه ولينا تنجروهم حاجكم طواليط لا بغا يمشيو، خصنا نهزوهم ونوقفوا معاهم. ولهذا دابا ما عرفتش انا اش كنمارسوا حنا من اللي طالت هاد المده 3 ساعات، وتا شي واحد ما قدر يحل هاد المشكل. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.